بداية نرحب بكل متابعينا ونبارك للجماهير العراقية وصول المنتخب الأولمبي إلى دورة الألعاب الأولمبية للمرة الخامسة. لذلك ارتئينا أن نأخذكم اليوم في جولة أرشيفية في رحلات التأهل الخمس في السجل الأولمبي، وعنوان رحلتنا لهذا اليوم ستكون من موسكو إلى ريو دي جانيرو. أول سنوات التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية جاء عام 1980 إلى موسكو، ولكن التأهل كيف جاء رغم الخسارة مع الكويت في أرض ملعب الشعب بثلاثة أهداف لهدفين؟ نشاهد الأهداف ولنا عودة. لعبة قدام خطرة، حلوة في مكان لنزار أشرف. اللعب مو معقولة وأنا ساكت ما تحسن. جول ترى بينقلها تلعب الراس جول الله وبيعدي فتحي وبيعدي فتحي وبيجاوبها جاسم بيجاوبها جاسم جول الله اكبر. شاهدنا السيناريو العجيب الغريب الذي خسر فيه منتخبنا هذه المباراة بعد ما كان متقدم بهدفين دون رد، لكن عاد الأزرق الكويتي إلى المباراة وسجل في الثلث الأخير من هذه المباراة ثلاثة أهداف متتالية ويقطع بطاقة التأهل. ولكن ما الذي حدث وكيف تأهل العراق إلى دورة الألعاب الأولمبية في موسكو؟ التأهل جاء بعد انسحاب بعض المنتخبات من دورة الألعاب الأولمبية نتيجة التدخل السوفيتي في الأراضي الأفغانية، ومنها ماليزيا وإيران، وعلى ضوء ذلك منحت البطاقة إلى العراق ويشارك لأول مرة في دورة الألعاب الأولمبية. There they go. Now all the world around Los Angeles will know it has begun here as the balloons go to the sky. التأهل الثاني جاء عام 84 في دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس بصاروخ أرض جو بقدم عدنان درجال. أيضا مرة أخرى المنتخب الأولمبي يضع نفسه في طريق شائك ومباراة مصيرية مع الشمشون الكوري، ولكن نشاهد هدف عدنان درجال الخالد في الذاكرة العراقية. درجال بلمها وبيهدي درجال كرة ما عم تقدم فيها درجال لعب الحسين سعيد بيحاول يمر لعب الحسين سعيد درجال درجال يمين عطى ورا شوت يا الله اكبر الله حلوه دريال. نعود نشاهد الهدف مره ثانيه. حسين سعيد يحاول يمر. الهدف ابتدأ بثلاث نقلات ما بين عدنان درجال وحسين سعيد وطريقة الدبل باس من جمله تكتيكيه نفذت على المستطيل الاخضر. حلوه من درجال. للمرة الثالثة على التوالي يتأهل المنتخب الأولمبي إلى دورة الألعاب الأولمبية، وهذه المرة عام 88 في سول. أيضا جمعتنا لقاء مصيري مع المنتخب الكويتي، خصوصا وأن اللقاء الذهاب انتهى بفوز الكويت بهدفين مقابل هدف. نشاهد تفاصيل هذا اللقاء ولا نعود. نعيم لعبة كرة حلوة كريم علاوي كريم علاوي سيف لكرة خطرة جول جول كرة ملعوبة من كريم علاوي خطرة وجول. بعد ما خسرنا جولة الذهاب مما أدى إلى أن يضع المنتخب الوطني نفسه في زاوية ضيقة ويتوجب عليه الفوز في مباراة الإياب، بينما يكفي الكويت التعادل لحسم هذه البطاقة. ومرة أخرى كريم علاوي يهز شباك الحارس الكويتي سمير سعيد من خلال هذا الهدف الحاسم. اللعب إلى أحمد راضي كرة خطرة وجول رغم التأهل في ثلاث دورات أولمبية متتالية جاء الابتعاد لعدة سنوات عن التأهل، ثم حان موعد عام 2004 ليقطع العراق بطاقة التأهل إلى أثينا. هذا التأهل جاء أيضا بولادة قيصرية، ومرة أخرى يضع المنتخب الأولمبي نفسه في زاوية الحسابات والطرق الشائكة. ليس فقط الفوز سيكون كافيا، وإنما انتظار نتيجة التعادل في مباراة أخرى، وبالفعل هذا ما حدث في سيناريو مباراة العراق والسعودية بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ومن ثم تعادل عمان والكويت التي جلبت الفرحة في التأهل. صفر الحكم صفر الحكم صفر الحكم وحنا الفوز العراق
وتعهد إلى أبينا. الله 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 على العراق الله على العراق. جيب الشكام البرازيل. إحنا أسسنا الملعب وإحنا نلعب. الثمانية والثمنتعش رقمين جلبة التأهل إلى بلاد السامبا من خلال رأسية مهند ورأسية أيمن حسين اللي زفت لنا أفراح الفوز وخطفت بطاقة التأهل من العنابي الذي اختار الفراق وذهبت البطاقة الثالثة إلى العراق. شفتوا لاعب في الملاعب يلعبوا ريد على جرحه. رحلات التأهل الخمس في السجل الأولمبي ابتدت من موسكو ولن نقول إنها سوف تنتهي في ريو دي جانيرو لأننا سنكون بانتظاركم هناك. جيبة جيبة جيبة.